يو، سلام عليكم. اليوم يا أساطير رجعت لكم بمقطع جديد بآخر التحديثات والأخبار اللي نزلت في الفترة الأخيرة، وهذا طبعا سواء كانت عن الماها والماهوا وحتى أخبار الأنمي والمانجا. فأتمنى الأخبار اللي في هذا المقطع تنال أعجابكم. كالعادة لايك ونشر للمقطع يا أسطورة، وبس خلونا نبدأ. المقطع هذا هو برعاية موقع بيلي بيلي كوميكس. موقع بيلي بيلي كوميكس هو موقع جديد مختص في عرض الماها والماهوا. على هذا الموقع رح تلاقون لائحة متنوعة ورائعة بأحدث الأعمال وأشهرها وبكل التصنيفات المختلفة، بما في ذلك الدموية والخيال والأكشن والدراما والرومانسية إلى آخره من التصنيفات. حاليا وللأسف فالموقع هو متوفر فقط باللغة الإنجليزية والصينية، لكن مستقبلا رح تكون في لغات أخرى رح يتم إضافتها للموقع. فعلى العموم رابط الموقع رح تلاقونه في الوصف، شيكوا على الموقع ممكن تلاقون عمل يعجبكم، ومنها في نفس الوقت رح تدعموني وبس. كما العادة يا أساطير رح نبدأ بآخر أخبار الماها والماهوا، وبعدها رح نشوف بعض من أبرز الأخبار في عالم الأنمي والمانجا. ومع أول خبر معنا، وعندنا الإعلان عن عودة ماهوا The Heavenly Demon Can't Live a Normal Life، وهذا بعد توقفها المفاجئ لما يقارب الستة أشهر. وطبعا سبب توقفها صراحة ما ندري. المهم بالنسبة لفكرة العمل، فهو عبارة عن إيساكاي عكسية، حيث سينتقل بطلنا والذي هو الشيطان السماوي من عالم المريم إلى عالم يشبه أوروبا في العصور الوسطى، وهكذا ستستمر الأحداث. أما عن عدد فصول الماهوا فمجموعها 18 فصل، ومثل ما قلت فتم الإعلان عن عودتها في 22 من شهر أبريل من هذه السنة. ثاني خبر معنا هو بخصوص الموسم الثالث من ماهوا الفنون القتالية The Breaker، بحيث أخيرا تم تحديد موعد نزول الماهوا. طبعا وكما العادة مصدر هذا الخبر هو المدونة الشخصية للمؤلف على نايفر بلوغ، وصرح هذا الأخير بأن حاليا في طور رسم البوستر أو صورة العرض للموسم الثالث، ومن المقرر بدأ تسلسل العمل في الفترة بين أواخر شهر أبريل وبداية شهر ماي حسب ما صرح في المدونة. أيضا وللتذكير فقط، هذا الجزء رح يكون غير عن باقي الأجزاء، وهذا لأنه رح يكون بأسلوب مختلف، وأهم شيء رح يكون ملون. لذلك للناس اللي لسه ما شافت الأجزاء السابقة روحوا شوفوها، لأنه هذا الموسم رح يكون مدمر. ثالث خبر معنا هو بخصوص ماهوا From the Grave and Back، حيث تم الإعلان عن تغيير رسام الماهوا، وهذا بسبب معاناته وعدم قدرته على التحكم في يده أثناء الرسم، وهذا حسب ما ذكروا بسبب تعرضه لحادثة معينة، لذلك سيقوم بأخذ فترة راحة إلى أن يتعافى. وطبعا الماهوا مثل ما أعلنوا رح تستمر مع رسام جديد رح يجي كبديل مؤقت، لذلك ممكن تلاحظوا فرق في الرسم والأسلوب في الفصول القادمة. طبعا للناس اللي ما تعرف هذا العمل، فقصة هذا العمل هي قصة بعث وانتقام جميلة جدا وبأسلوب رائع وممتع، وأتوقع أغلبكم رح يعجب هذا العمل، فتابعوه. الخبر التالي معنا هو عن مؤلف ماهوا The Second Coming of Gluttony وماهوا Memories، واللي أعلن عن أحدث أعماله واللي هي رواية بعنوان To Hell With Being A Hero. طبعا القصة أو قصة هذه الماهوا هي هذه قدامكم، سووا بوز للمقطع وقروها على راحتكم. وأيضا الرواية لحدود الآن نزل منها 32 فصل. بالنسبة لماهوا A Returner's Magic Should Be Special، فالأستوديو أعلن مؤخرا بأنه رح يكون في أسبوع للراحة ما رح تنزل فيه الماهوا، وهذا بين كل 5 أسابيع، وهذا الشيء رح يكون بشكل مستمر إلى نهاية هذا الموسم، وهذا يعني أنهم رح ينزلون 5 فصول ويأخذون راحة لمدة أسبوع، وبعدها مرة ثانية 5 فصول ويأخذون راحة إلى النهاية. وطبعا السبب في هذا هو الحالة الصحية للرسام. ونصل إلى آخر خبر معنا، واللي أعتقد الكل يعرفه، واللي هو عن عودة ماهوا ويند بريكر أخيرا، وهذا يعني أن توقعاتي كانت صحيحة بعودتها خلال هذا الشهر. فيب
بالنسبة للأعمال اللي انتهت في الفترة الأخيرة واللي ما في أحد جايب لها خبر، في عندنا نهاية الموسم الأول من ماهوا Worn and Torn You By، كما أعلن الأستوديو أنهم رح ياخدون فترة راحة ورح يرجعون في وقت قريب، لكنهم وللأسف ما حددوا إمتى بالضبط. في عندنا كذلك نهاية واحدة من أعظم وأمتع الماهوات بالنسبة لي خلال هذا الشهر، واللي هي ماهوا Revival Man، وهذا بما مجموعه 175 فصل، فنهاية عظيمة صراحة، واللي ما شاف هذا العمل أنصحك به يا صديقي، أكيد رح يعجبك. وأخيرا عندنا ما هو The Strongest Ever اللي انتهى الموسم الأول منها قبل شهر تقريبا، ورح يرجعون خلال هذا الشهر واللي هو 27 من أبريل. بالنسبة للأعمال الجديدة واللي تم الإعلان عن عودتها، عندنا أول شيء ما هو SSS Class Gacha Hunter اللي رح ترجع لنا في 28 من هذا الشهر، وحسب ما قالوا يمكن يتأجل هذا الموعد. عندنا كذلك ما هو The Max Level Hero Will Return واللي رجعت تقريبا قبل شهر بموسمها الثاني. وأخيرا في عندنا ما هو جديدة اسمها My Civil Servant Life Reborn in a Strange World، وهي من استوديو Red Eyes، لذلك فالرسم رح يكون رهيب، يعني هذا شيء معروف، Red Eyes تساوي فخامة الرسم. أوكي، خلصنا أخبار الماهوا، خلونا الآن نشوف على السريع شوية أخبار عن الأنمي والمانجا، وطبعا أبرز الأخبار وأهمها، لأنه الفترة الأخيرة تقريبا كان في جفاف وما في أخبار كثيرة حتى نتكلم عنها. رح نبدأ أول شيء بالخبر المعروف اللي هو عن عودة أنمي Classroom of the Elite بموسمه الثاني، بحيث تم الكشف عن تفاصيل جديدة تخص العمل، ومن أهم هذه التفاصيل أنه مو بس رح يكون في موسم ثاني للأنمي، بل رح يكون في كذلك موسم ثالث تم الإعلان عنه. بالنسبة للموسمين فالاثنين هم رح يكونون من إنتاج استوديو ليرتش واللي هو نفس استوديو الموسم الأول، أما عن موعد نزولهم فحسب ما أعلنوا فالموسم الثاني رح ينزل خلال هذه السنة خلال شهر يوليو، أما عن الموسم الثاني فرح يتم عرضه خلال السنة الجاية سنة 2023، لكنهم وللأسف ما حددوا بالضبط موعد نزول الأنمي. ففعلا مفاجأة رائعة هذه عودة الأنمي، ومو بس موسم واحد بل بموسمين، ففعلا مفاجأة سارة، وأتمنى يكون العمل بإنتاج جيد. في خبرنا التالي عندنا مجموعة من الأعمال، أو خلونا نقول المانجات، واللي تم الإعلان عن اقتباسها إلى أنميات. فمن ضمن هذه الأعمال في عندنا مانجا اسمها مو إيبون واللي تم الإعلان لها عن أنمي، في عندنا كذلك مانجا أخرى والاسمها غريب نوعا ما، هذه المانجا اسمها Dead Demons Dead Destruction، حرفيا هذا هو الاسم، والانمي رح يكون من انتاج استوديو H Plus Production. تم كذلك الاعلان عن انمي اصلي جديد رح يكون باسم بوتشيغيري واللي رح يكون من انتاج استوديو جينو، هذا الانمي رح يتم عرضه خلال هذه السنة وبالضبط في شهر يوليو، وصراحة باين من البوستر الدعائي للانمي بانه رح يكون شيء اسطوري، فهذه هي الصورة قدامكم. الأعمال اللي رح ترجع، إيش هي الأعمال اللي تم الإعلان عن رجوعها، أو بعبارة أخرى تم الإعلان عن مشاريع جديدة لها؟ عندنا أول شيء فيلم بلاك كلوفر اللي تم الإعلان أخيرا عن موعد عرضه واللي رح يكون خلال السنة الجاية 2023، أما بخصوص الأنمي فعلى ما أتوقع رح يتم الإعلان عنه بفترة بعد نزول الفيلم، وهذا لأن الأستوديو حاليا قاعد يشتغل على أنمي بليتش وكذلك أنمي بوروتو، لذلك رح تكون في صعوبة أنهم يشتغلوا على أنمي بلاك كلوفر معاهم. من الأعمال اللي رح ترجع كذلك في عندنا الإعلان عن حصول أنمي موشوكو تنسي Jobless Reincarnation على موسم ثاني، لكنهم وللأسف ما أعلنوا عن الموعد بالضبط. عندنا أيضا الإعلان عن موسم ثاني لأنمي الفنون القتالية كينغان أشورا قيد الإنتاج، وكالعادة رح ينزل على نتفليكس. وأخيرا في عندنا فيلم جديد لأنمي جيجيجي نو كيتارو واللي رح يكون باسم كيتارو تانجو جيجيجي نو نازو،
بالنسبة لبقية الأخبار فأغلبها عبارة عن عروض وملصقات دعائية للأنميات اللي راح تنزل خلال هذا الموسم، لذلك أعتقد ما في داعي أني أذكرها في هذا المقطع. وبس، هذا كان كل شيء، وهذا كان مقطعنا لليوم. كالعادة أتمنى المقطع ينال أعجابكم. لا تنسون اللايك، النشر والاشتراك. حساباتي على السوشيال ميديا راح تلاقونها في الوصف. وبس، نشوفكم في المقاطع الجاية. وبيس.